أعزائنا المشاهدين ومشاهدي قناة الحقيقة الفضائية فينما كنتوا فينما تواجدوا، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة وعدد جديد غيجمعنا بكم دائما في إطار برنامجكم، برنامج اللي من خلاله كنستعرضوا حالات الشفاء التي ترد على مجموعة مراكز الهاشمية للأعشاب الطبيعية تستعمل جرعات المكملات الغذائية، وأكيد لله الحمد كتمثل الشفاء، ودائما في إطار برنامجكم ولا تيأسوا كنستعرضوا لكم هذه الحالات، وكتوقف قدام كاميرا قناتكم قناة الحقيقة الفضائية باش احكي لكم كيف كانت رحلة المعاناة ديالها مع المرض وطريقة الشفاء اللي تأتى لها ولله الحمد من بعد ما كتستعمل جرعات المكملات الغذائية. بجانبي اللحظة خلال حلقة اليوم نتحدثوا إن شاء الله على الحالة ديال السي علي الغزواني اللي عانى من مشكل البروستات ومشكل آلام المفاصل وعديد المضاعفات الأخرى، أكيد أن هذه المشاكل اللي ترتبت عليها كما قلت عديد المضاعفات نفسية وعضوية، وأكيد أن السي علي عانى منها بشكل كبير وكبير للغاية وطرق عديد الأبواب بحثا عن الشفاء، ولكن ولله الحمد من بعد ما طرق باب مجموعة مراكز الهاشمية للأعشاب الطبيعية تأتى له ذلك هو اللحظة بصحة جيدة، وغيحكي لكم خلال حلقة اليوم كيف كانت رحلة المعاناة ديالو مع المرض وأيضا طريقة تحسن الشفاء اللي تأتى له ولله الحمد من بعد ما استعمل جرعات المكملات الغذائية. التفاصيل كاملة أعزائنا المشاهدين تعرفوا عليها خلال حلقة اليوم، بقوا معنا. السلام عليكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الغزواني علي من مدينة عين حرودة مولد 1955. أنا كنت كنعاني من أمراض مرض البروستات لمدة ديال عام ونص تقريبا، واش نقول لك ما خليت شي اختصاص، قال اختصاصيين ديال البروستات مشيت عندهم مشيتهم زرتهم كل كيعطيوني تريتمون ديال 3 موا كنستعملها ما كاين شي، كنعاود نرجع ندير كونترول هي ما كتحركش ما كاين شي حاجه، الدواء ما استجبش معايا. وبقيت المهم دوزت الطبيب الثاني توا اختصاصي بروستات ما جابش يلا ما تالت، وكذلك حتى بقيت كنتخرج في الحقيقة من الحقيقة وعاود وسمعت الناس كيعاودوا على هاد البروستات، هادي الناس كبار كيعاودوا على البروستات والحماية كيف كيعانوا منها والآراء ديالها على آخره، سمعت بيا أنه جاو عند المركز الدكتور الهاشمي. واخا واحد شوية تاني دخلت لهاد اليوتيوب، دخلت اليوتيوب لقيتهم في اليوتيوب، صنت للناس شي جوج تقريبا سنات ليهم، قلت مالي حتى انا غادي نمشي نشوف انا هاد نمشي للمركز نشوف. وفعلا جيت لعند لهنا المركز عند سي الاستاذ هذا البروفيسور الدكتور الهاشمي، عطاني تريتمون عطاني جرعة، قال لي قال لي ماشي جواب كيفاش ماشي كتحاس والعروض الى اخره. ثم ودينا عندي البروستات راه تقريبا شي عام ونص هادي كنت كنعاني منها، عندي رجل كيتنفخو ليا مثلا كيتنفخو ليا وركبت كيوجعوني، وكان يعني كان تقريبا الطواليت وليت متعاشر معاه شحال مرة كنمشي، شحال مرة كنمشي للطواليت 5 مرات تقريبا بالليل، الوضو مبقيتش كنشدو. وزيادة على هذا حتى القضية ديال الجنس اللي عندي شوية عيان، وجيت لهنا عند الدكتور الهاشمي وفين عطيني جرعة ديال واحد الجرعة الأولى استعملتها فيها مدة ديال شهر، استعملتها جاب الله على التيسير بخير الحمد لله. وهذا الإنسان دابا أنا قبل ما نكذبوش راه الصراحة هي هذه دواء كاين جرعة مزيانة، هذه الجرعة الأولى بانت فيها المعنى، يعني الجرعة الأولى بانت بأنها مزيانة وهي بالحق راه كيخصو جوج دراس بعدا تكملهم. وهذا بلا ما نكذبو بلا ما راه الدواء ديال البروستات عند الدكتور الهاشمي لا هي الصراحة، هو ملي بقا يمشي عندهم كيدير عندهم الكونترول كيقول لك اودي راه كتحسن كيبدل لي التريتمون، كنمشي كنستنى داك التريتمون هاديك ما طوامو ما كاين حتى شي حاجة، صافي كتقلق كتقلق كتمشي بحال كتشوف طبيب آخر ثاني حتى هو نفس العملية، صافي حتى واحد الوقيته ما بقيتش باغي نصافي نشوف شحال الطب، وليت نشوف خصني نشوف الطب البديل نشوف الدكتور الهاشمي، مشيت لعند 3 أطباء مشيت عند اختصاصيين وكلهم كيقول لك هذا راه بروفوندور راه هادي اخره وهذا وكيعطيني التحليلات فيه التحليلات الى اخره، ولكن ما كاين حتى شي حاجه بالنسبه للتريتمون ما كايناش، كنحس براسي فعلا انا هو المريض، كنتبع الحاله ديالي حدا بوحده
لقيتو حسن ما كاين شيء، يعني الدنيا كانت فحال راه من طرت مول الاولى كيبان لي ما كاين شيء. داك الشيء باش جيت انا الدكتور العاج، وفي الحقيقة كاين شوية ديال التقلق، كنت تقلق بزاف مع الدار ديالي، وكنت تقلق حتى مع نفسي أنا، حتى مع نفسي أنا كنت تقلق، وأنا كنسأل نفسي علاش أنا ما مقلق، يعني الإنسان اللي بقى أربع المرات خمس المرات بقى يمشي للمرحاض، ما غاديش يتقلق، ما غاديش يتقلق، بهاد الصلاة ما تشدهاش، يعني خاصك توضى المغرب توضى العشاء، غسلت المغرب خاصك توضى العشاء. وكل شيء منها هي يعني ما كاينش شي تحسن، لا هو اللي كاين حتى هما راه حتلو ليا ما كايناش مسافره، ما راحتي كانت غتجي معايا كاع، حتى هما حسوا بانه كاين تحسن وقال لك اودي راه مزيان ماشي هذا طبيعه الحال راه صبروا الناس من الطبيعه غادي يصبروا، هما راهم حاسين حتى هما بداك المرض بان راه ماشي سهل، مثل البروستات راه كدير كلش، حتى هما عانوا معايا مساكين ولكن ما عندهم ما يديروا وشجعوني وقال لك ودي سير خذ كثر من تاعك وتبع مع الدكتور الحاجي ما راه كاين تحسن مزيان دابا. هذا المركز تعرفت عليه قلت لك طريقة حقيقة ولا طريقة اليوتيوب، دخلت انا وكنبقى كنقرا وكنتبع حتى سمعت جوج ديال الناس كبار في عيتين ستين وبراو، واش كنسيني انا نمشيش خصني حتى نمشي نقلب على راسي، وفعلا توكلت على الله وجيت وكانت الحاجة الحمد لله، حيت انت هو اللي كيعلمك يعني انت هو اللي كيعلمك الامر، انت هو اللي مريض، انت اللي تعرف شنو عندك، اما الناس هما من طبيعه الحال كاين الناس يشكوك يبقاك لا حقه هذه لا هذه، ما خصكش تسمع، وما كاينش شي واحد، انا عندي واحد الصديق ديالي ساكن جاري دار لها جوج العمليات وما نجحتليش، وقال لي شنو هو؟ قلت له دير غاتمشي للدكتور علاش؟ قلت له تنا من هذه المشاكل تاع البروستات، حيت البروستات من الامراض المدمنه خايبه. داك واخا ان شاء الله نتقبل على الله نمشيو، يعني اي انسان مسولني بحال هكذا كنقول له اش كاين؟ ما كانش شي واحد كيقول لك لا لا حكاه راه العشوب هذه لا ما كايناش هاد الهضره هذه، وبالخصوص الدكتور الهاشمي، الدكتور هذا يعني راه الله يجازيه بخير، معروف مزيان وعنده الدواء وراجل معقول، هذا هو اللي كاين، تحسن بزاف تبدلت بزاف كاع، وليت كنشد الضوء كنشد الضوء ديالي ركابية ما بقاش كيوجعوني، النفخ ما بقاش، هاد الكفة اللي كانت كيمحلني كاع حتى ما كيحميش النعاس ما بقاش دابا كاع ما بقيت نحس بحتى شي حاجة، يعني ماشي بفضل من الله راه مزيان، ما خبينا والو، راه الله شاهد، كنوجه الناس نقول لهم شوف اللي كيعاني من البروستات واللي كيعاني من هاد الأمراض المزمنة وهي والأطباء يمشيو للدكتور الحاج. راه عنده دواء افيكاس ما داكلوش عليها، بدوني صراحة هي هادي، وغير يلزمو على الله، والأمل بالنية، هذا هو اللي كاين أصاحبي، والأخير الله يجزيكم بخير، الله يجزي الدكتور الهاشمي، والله يوفقكم، والله إن شاء الله نتمناكم تعموا العالم كامل، تعرفوا ما نساعكم إن شاء الله بقدرته، وبارك الله فيكم، شكرا لكم أسيدي.